المفضلة عندي هي جيري I guess لأنه هيك صغيرة مثلي أنا بستار أكاديمي صغير فا وهيك مهضومة بحب كابتن ماجد عشان أنا دايما كنت بحب كرة القدم وهو كان من أكتر المسلسلات الكرتونية زمان وإحنا صغيرين اللي كانت موضوعها كرة القدم يعني فعشان كده كنت دايما هو ده أكتر حاجة بتفرج عليها يعني وبعدين كان يعني اما فهمت طبعا عرفت ان ده ما كانش ينفع ان احنا كنا بنتفرج عليه احنا صغيرين يعني بس كنت صغير كنت بحب قوي قصه ان الحلقه كانت يعني ان الكره تتشاط وتفضل حلقه اربع حلقات الكره تفضل في الهواء ده كان حاجه بالنسبه لنا بتبسطنا يعني بس انا فهمت بعد كده ان ما كانش ينفع اتفرج على الكلام ده يعني. بحب باباي عشان قوي يعني بياكل سمانه خضراء قوي كده بحب مراته برضه بيدافع عنها ما اعرفش بيضحكني كتير وبحب سالي هي اكتر الشخصيات الكرتونيه اللي بقات في الذهن ديالي من الشخصيات الكرتونيه اللي كان بيها بزاف ونقدر نتفرج فيها حتى دابا الشخصيه الكرتونيه الخياليه اللي انا كتير بحبها صراحه وبعدنا لهلا هيك شوي بفوت بعمل سيرش والاخبار عليها هي ده مستحيل برجع وقت بحضر اشياء تتذكر انا طفولتي لانه كنت كتير احضرها انا وصغيره لانه كل شيء بشوفه فيها انه هي عم بتحارب حدا عم يأذي العالم عم بتحارب الاشرار يعني عم بتحارب الاشخاص اللي عم يأذوا اللي حواليها وان كان الاشخاص اللي بحبوها في كتير مطارح صار هذا الشيء أنا كتير بحب أن يكون هيك سبونج بوب أجيبة معي سبونج بوب في الأوضة في عندي هالو كيتي وسبونج بوب سبونج بوب بحسه ظريف وعلى نياته 2015 ما في حدا بقي على نياته مثل سبونج بوب بس هو كتير يعني دايما هو بيعمل شغلة سبونج بوب هيك ما قصده يعمل شغلة بس مسكين بتصير معه يعني إما إيجابية أو سلبية فأنا ساعات بعمل شغلة يعني بنظف البيت وهيك بعد بتقولي لا مو هيك لازم يتنظف البيت يلا غير الديكور هذا أنا عملتها منشان أسعد أمي بس أمي بتعيط عني ساعات العكس بخرب شغلة وبتيجي معي كثير بحب شخصية سوبرمان لأنه الشخصية كثير بحبها لأنه متهور وبيدخل متاهات مو عارف ايش نهايتها مين بيقابل قدامه فهذه بتعني لي في حياتي شيء كثير او مسيرتي اللي انا مشيتها بعد الجامعه من دراستي للجامعه بعد تخرجي للجامعه للوصول لمرحله ستار اكاديمي كانت كلها مغامرات وقرارات انا كنت اتخذها بدون مشاوره اي احد ولا اعرف اي نتيجه بوصل لها الشخصيه الكرتونيه المفضله لي هي سبايدر مان وليش بحبها لاني اول بروجرام حضرته يعني مش لانه في شيء بيشبهني سو عجبني البروجرام وبلشت احضر اذا كنت يعني بمحل سبايدر مان رح اعمل مثله بالضبط يعني بيس رح انشر بيس بالعالم يعني اي شر رح امحيه من الشخصيات المفضله عندي شخصيه ايرون مان شخصيه كوميديه وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يساعد الناس بطريقته بس هو كوميدي انا بحب الهزار وبحب الضحك وفي نفس الوقت عاوز انجح وعايز يعني شخصيه متقاربه شويه بحبها جدا الشخصيه دي الشخصيه اللي بحبها هي شيرلوك هولمز لانه كثير ذكي وفي كثير اوقات ببعدك عن يعني هو عاده بالفيلم بحطوا لك انه بوينت بتوصل عليها انت بيكون هو بعيد كثير عنها بيكون هو فايت بغير مطرح بوقت انه انت عم تفكري هون لا هو بعد كثير بشكل كثير ذكي بشكل كثير دقيق بحب كابتن ماجد اللي كنت وانا صغير متبعه يعني اني بلعب كره القدم ولما كنت صغير كنت بحاول قلده يعني بطريقته باللعب الشخصيه المفضله عندي الشخصيه الخياليه المفضله عندي هي هاري بوتر لانه I'm a huge fan of Harry Potter. يعني بغض النظر عن هذا الشيء هو إنسان يعني كان قادر يصير شرير
رغم الظروف اللي كانت له بصغره، فقد his parents وكش. So رغم هذا الشيء هو يساعد أصدقائه ويعمل الخير ويعمل كل الأشياء اللي بتبعده عن la mauvaise personne qu'il pouvait être. بحب المينيونز جدا، بحب من السنافر البنوتة اللي شعرها أصفر، بحسها يعني كده سبيشال مميزة في وسطهم كلهم، هي البنوتة الوحيدة.